مزيد من التفاصيل أيضا نعرف هذا الموضوع بخصوص المنظمات والكيانات. معايا الكاتب الصحفي محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. أستاذ محمود، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، وأهلا بك وكل المشاهدين للقناة الأولى وبرنامج التاسعة. وانت بألف خير. يعني قول لنا هذا، يعني هذا البيان، وأيضا يعني أن تم إسدال القضية وقفلت القضية الخاصة بهذا العدد من الخمس مراكز. يعني المجلس القومي لحقوق الإنسان بيرحب بقرار قاضي التحقيق المنتدب في التحقيق في القضية المعروفة بالتمويل الأجنبي، وإحنا شايفين إن ده تحرك إيجابي جدا من جانب قضاة التحقيق ووزارة العدل لإنهاء هذه القضية تماما ورفع اسماء الممنوعين من قوائم السفر، وده تحرك ايجابي جدا وبيدي دفعه قويه للمجتمع المدني وبيأكد ثقه المتابعين يعني التحرك الاصلاحي اللي حصل في مصر واللي تابعوا الحوار الوطني والقرارات الصادره عنه واللي كانت بعدها تضمن دعوه لانهاء هذه القضيه وغلق هذا الملف تماما حتى يكون يعني بادره ايجابيه للتحرك نحو الاصلاح السياسي ودفع اكبر لعمل المجتمع المدني وانفتاح على المجتمع المدني بكل يعني تياراته وكل طوائفه. طيب كمان يعني كده خلينا نقول بانه يعني هذه القضيه اللي اخذت الحقيقه يعني وقت طويل، اعتقد كده انه هل في حيتم ايضا بالنسبه لكيانات اخرى؟ لا خلاص، هو كده يعني تسدل الستاره على هذه القضيه. هم كانوا 85 مؤسسه ومنظمه تم اتهامهم في هذه القضيه، ثم صدر القرار اليوم من قاضي التحقيق بعد اجراءات تحقيقات يعني مستمره مع هذه المؤسسات ومع يعني القائمين عليها حتى ثبت انه لا يوجد وجه لاقامه الدعوه، وبذلك يتم انهاء هذه القضيه ويتم رفع اسمائهم من الممنوعين من السفر، وكمان يقدروا ان هم يتصرفوا في اموالهم واموال المؤسسات الخاصه بيهم ويقدروا يشتغلوا خلاص، يشتغلوا يعودوا مره اخرى الى العمل. خلاص العمل مره اخرى تماما بالضبط. يعني عموما بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ محمود بسيوني الكاتب الصحفي عضو المجلس القومي لحقوق الانسان. وزي ما حضراتكم عرفتم انه لا صوت يعلو سوف يعني أكثر من صوت القانون، لا صوت يعلو فوق صوت القانون، ولكن التحقيقات إذا كانت بتاخد وقت فهي للصالح علشان زي ما حضراتكم شفتوا يبقى تحقيق بكل القضايا والتعريف بكل الأشياء، وعلشان كده كل شيء يبقى واضح تماما.